تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط 3 أفراد من العناصر التكفيرية وعربة دفع رباعي مخبأة داخل أحد الكهوف الجبلية بوسط سيناء. أضاف المتحدث العسكري في بيان له أنه تم ضبط كمية من المواد المتفجرة المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وأربع دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية. شدد البيان على مواصلة إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.